بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا التكملة للمحاضرات السابقة. طبعا هاي المحاضرة تكملة تعتبر المحاضرة السابقة بالانالوج كمبيوتر كومبوننت اند سيستم 2. هناك اخذنا المحاضرة السابقة سيستم 1، انها راح نكمل على المتبقي سيستم 2. طبعا المحاضرة اليوم راح تختص فقط بكيفية تصميم الدوائر. طبعا تصميم الدوائر لتصميم دائرة موضوع جدا مهم في حل المعادلات التفاضلية، سواء كان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو أكثر حتى الثالثة. ممكن أن نصمم دوائر من درجات أعلى، بس لكن إحنا من تصميم دوائر من درجات أعلى يكون نوعا ما بتعقيد. لذلك سوف نتطرق إلى كيفية تصميم الدوائر إن شاء الله بمحاضرتنا اليوم. المحاور اللي راح تناولها بليكتشر 6 اللي هي Practical Op-Amp Configurations، وأيضا Solving Differential Equation، يعني حل المعادلات التفاضلية اللي تخص الانالوج سيستم by using، هنحلها بطريقة من طريقة Op-Amp أو Analog Computer Circuit. مثل ما تلاحظون أمامكم طلابي الأعزاء، عندكم Differential أو معنى أو مرات نسميها بالDifferential أو Subtraction Amplifier. هذا الفائدة من عنده حتى ما شوية يصير عليك مواضيع كثيرة. هنا السبتراكشن معناه عدد إشارتين، راح تجي إشارتين، هذين الإشارتين راح أطرحهن. فشنو الأوب آم اللي يخدمني حتى يطرح تو سيجنالز وأحصل على نتيجتهما، نتيجة طرحهما فولتج معين. ف نطبق مثل ما تشوفون الامبليفاير اللي هو المسؤول عن طرح تو سيجنال. السيجنال راح تجيني من الفي 1 ار 1 وفي 2، هذا السيجنال راح يجن عند الفي اوت راح يطرح لي السيجنال الاولى من السيجنال الثانيه. فنرجع فش يقول، يقول this connection use only one op amp stage. طبعا بهاي الحاله الاوب ام المسؤول عن هاي الحاله راح يطرح لي فقط تو سيجنال، ويكون فقط op amp 1، يعني op amp 1 stage. اوكي، provide subtracting two input signal. اوكي، الطريقه راح يستخدم السوبر بوزيشن، يعني شغل وحده يطفي الاخ وهكذا. وي كان شو ذا اوتبوت تو بي، خلينا نشوف الاوتبوت كيف يكون. هاي عندي ار 1 وهاي عندي input signal ار 1 وهذا الار 2. احسب لي الفي اوت، الفي اوت راح تكون الار 2 على الار 1. بعدين نطرح، شوف هنا طرح راح يكون V2 minus V1. اوكي، راح يكون V2 minus V1، او بهاي الحالة نفس الشيء نقول نفس الفكرة R3 اذا كان عندي اكثر هنا، اذا تحسب الـ V out، الـ V out R3 على R1 زاد R3 في R2 زاد R4، R4 هنا اكثر من مقاومة صارت عندي على R2 في ال V1 ناقص R4 على R2، R4 على R2 في ال V2، احصل على ال Vout في هاي الحالة. اوكي زين، هذا النوع. نجي للنوع اللي بعده، انتجريتر امبليفاير. انتجريتر هنا اسمه انتجريتر، يعني هنا تكامل، يعني انتجريشن. هذا الشكل مالته، اذا قلت لك درو انتجريتر امبليفاير، هذا الشكل هو يخص انتجريتر امبليفاير. في في ان بي ار بي كاباسيتر. اوكي، وهاي الفي اوت، شلون نحسب الفي اوت بالنسبه للنوع الامبليفاير اللي هو انتجريتر؟ نحسبه من هاي المعادله، ماينس 1 جي اوميجا كاباسيتر في الار، هذا خاص بالكاباسيتر، في حاله الكاباسيتر في الفي ان. اوكي زين، او نقدر نبسط المعادلة أكثر نقول minus 1 over R C، هذا الانتجريشن، هاي معنى هذا الانتجريشن في ال V in D T. أوكي، فعندك طريقة أما هاي أما هاي. أوكي زين، في حالة عندي أكثر من أمبوت للانتجريتر أمبليفاير، مثل ما تشوفون عندي هنا أكثر من أمبوت، آني V1 V2 V3 R1 R2 R3، صار عندك اكثر من عندك كاباستر هنا. فكيف نحسب الفي اوت في هاي الحاله؟ راح نقول
minus R1 C كباسيتر في R1 integration V1 زائد R2 في C integration لل V2 plus RC R3 C integration لل V3. هذا قانون لحل الاوب ام اللي نوع الانتجريتر في حالة عندي more than one input signals. اوكي هذا اكزامبل لو تشوفون البي اكزامبل مطيك مقاومات كل واحدة قيمتها كيلو اوم او 100 كيلو اوم لا الميجا اوم وهنا يكون مايكرو فاراد هنا فيقول لك احسب لي الفي اوت مجرد تطبق بس المعادلة. واضح شباب هاي شيء بسيط على الاوب ام اللي هو الانتجريتر امبليفاير. نجي للنوع اللي نوع اسمه جي. طبعا هاي الانواع الاوب ام كلها تكمل المحاضرة السابقة. نجي للجي. الجي شلون شنو نوع الرسم الخاص بالديفرنشياتر امبليفاير. هذا هنا عندك الكباسيتر وهنا عندك المقاومة الريزيستورز هنا انا اوب ام هذا. فهنا انا شلون نحسب الفي اوت اللي النوع الديفرنشياتر امبليفاير. نقول هنا الماينس ار سي اللي هو مثل سكيل فاكتور ملتبلاي هنا راح نشتق الديفرنشياتر راح ناخذ المن للفي 1 على الدي تي. فالفي اوت ماينس ار سي مشتقه الفي 1 على الدي تي. هذا قانون خاص بالامبليفاير النوع الديفرنشياتر. اوكي زين النوع الاتش نسميه بالكومبريتر امبليفاير اللي هو المقارن. نقول هو سيركت او تعتبر سيركت ذات سنسس تشينج تتحسس اي تغيير يصير بانفايرنج سيجنال اند برودوس اوتبوت. اي تغيير يصير بالانبوت هنا راح يتحسسه هذا الامبليفاير وين ذا ثريشولد فاليو از ريتشد. هنا طبعا انا عندي انبوت سيجنال هاي الانبوت سيجنال مستمره تدخل من الامبليفاير بالاب ام وين ما يكون تغيير يصير بالانبوت سيجنال وتعدى قيمه الثريشولد انا محدد الثريشولد راح يكون هنا يكون عندي اجراء معين ممكن ان تحضر كومبريتر. فالكومبريتر سيركت ذات سينس تشينجز تتحسس فقط شوف هاي وظيفته تشينج سيركت ذات سينس تتحسس التغيير يعني مو كل انواع الاوبام تتحسس التغيير اللي يصير فقط هذا النوع هو اللي هو ممكن يسوي senses change ان يكون بالفايرنج سيجنال اند برودوس اوتبوت وين ذا ثريشولد فاليو از ريتشد. اوكي ذا كومبريتر اوب ام از يوزد. طبعا هذا النوع يستخدم without feedback يعني اي فيدباك ما عندي ذات از اوب ام يوزد ان اوب يعني معناه اذا ما عندي فيدباك معناه تكون عندي open loop configuration differential input amplifier when out feedback used as comparator. اذا هذا النوع من الكومبريتر في اوب ام يعتبر اوب ام لانه اوبن لوب لانه ما في فيدباك. مثل ما تشوفون ما عندي اي فيدباك هنا عندي في سي سي بلس ماينس عندي هنا انبوت 3 2 و3 والاوتبوت هو اللي 6 هاي مثل ما عرفنا المحاضرات السابقه. طبعا هنا اذا كان عندي الفي ريفرنسز هذا الفي هذا شبي اكبر من الفي ان فراح يقول في اوت ساون الفي سي 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 موجب. واذا كان الريفرنس اصغر من الفي ان اقول الفي اوت راح يساوي ماينس في سي سي. واضح. نجي الى موضوع اخر اللي هو مالتيبليكيشن باي كونستانت. هنا خلصت انواع الاوب ام نجي الى موضوع هو مالتيبليكيشن باي كونستانت. هنا راح نضرب بكونستانت معين او نسميه بالكوفيشنت بوت ميتر از فولتج ديفايدر ويتش الو لوز ذا اوتبوت فولتج تو بي سم فراكشن اوف ذا انبوت فولتج. خلينا نشوف شنو معنى هاي الجمله. شوفوا بعض شباب هنا الفي ان راح اضربه بكونستانت معين اللي هو الفا يعني اكبر الفي ان بمقدار الفا. الالفا راح تراوح قيمتها بين الصفر وبين الواحد يعني هنا راح يكون سكيل اما اكبر اما اصغر للفي ان. فاذا عندي هذا الشكل هاي الالفا قيمتها في ان فالفي اوت راح يساوي لي الفا في ان. اوكي فالفي ان يساوي لنا الفا في اوت هاي معناها سكيل. هذا شايفين الرسم على شكل دائره معناه انه نضرب في سكيل معين او كونستانت معين فذلك يسموه بالمالتيبليكيشن باي كونستانت سميناها انه نضرب الفي ان باي سكيل او باي كونستانت معين.
هذا اكزامبل بسيط يوضح لك كيفية الانالوج كمبيوتر سيستم. هذا انالوج، هاي معادلة تمثل الانالوج سيستم بها VN. VN راح يكون V1 و V2 ذني جزء واحد انتجريتر واحد، اما زائد V3 زائد V10 V4 هاي انتجريتر واحدة دور نجمعهن. هذا ان علامة الزائد راح نجمع، شوف هاي تجمع هذا الجزء واحد وهذا الجزء واحد، يعني هذا الجزء ال VN هذا كله واحد وال V1 وال V2 واحد وهذا الانتجريتر مالتهم، وهذا الجزء ال V3 وال V4 راح تكون هذا الجزء مالتهم، اوكي، وتربطهم علامة الصميشن. هذا الرسم بالنسبة إذا أريد نحدد السيركل الخاصة على المعادلة. زين، أما هاي المعادلة شوفوها أمامكم جدا بسيطة. شنو عندي انتجريتر بيناتهم؟ هذا الانتجريتر، أوكي، عندي انتجريتر، هذا الانتجريتر، أوكي، عندي في إن الأول، هذا الفي إن أول، إيش قد القيمة مالته؟ إيش قد هنا؟ 35 بالألف، أو العفو 350 بالالف، هاو ياها 350 بالالف، اوكي، هذا سكيل معين ضربنا الفي ان الاول، اوكي، هاي 1 لانه يعني في واحد. زين، الفي 2 ايش قد الفي 2 هنا؟ 5.24، راح اضربها ب 10 واطفر الفارزه مرتبه واحده فيصير 0.524. إذا أضربها بها 10 ترجع القيمة الأصلية، يعني مجرد ضربت في 10 ورجعت القيمة هنا فارزة واحدة ما تأثر، يعني كان نفس القيمة بالضبط، بس مجرد ضربتها في 10 حتى من أضربها في 10 ترجع القيمة الأصلية، فلازم أطفرها مرتبة واحدة. هنا أنا خليت انتجريتر عند السميشن، هنا صم صار انتجريتر، أوكي، هنا هذا قيمة ثابتة دي سي 2.6 أبدأ أضربها ب 10، ضربتها ب 10 هاي ب 10 ضربناها، شوف هاي ال 10 وطفرتها فارزة مرتبة واحدة، فهسه لو تضرب 10 في 260 بالالف ترجع القيمة الأصلية. هنا ليش خليتها سالب؟ كل سميشن سالب. اتفاق من هسه. هاي مو زائد تصير ناقص هنا. القيمات، هاي مو زائد هاي تصير ناقص هنا. وهكذا. هذا صار عندي التجريتر، هذا انالوج دايجرام. اوكي، هاي السيركت راح اجي هسه اشرحها بالتفصيل لكيفيه تصميم بالسيركت، هذا البروسيجر راح نجي. نجي الى سيستماتيك بروسيجر فور ديزايننج سيركتس فور سولفينج ديفرنشال ايكويشن. هنا راح نعلمك طريقه كيفيه تصميم دوائر لحل المعادلات التفاضليه، وراح اعطيك امثله، ثلاث امثله او اربعه كيفيه تصميم الدوائر لحل المعادلات التفاضليه. خلنا نجي شو يقول هنا. كونسيدر، طبعا هنا هاي معادلة عندك، هاي معادلة من درجة ثانية، شلون عرفتها؟ هاي 2 مشتقة 2 هاي 1 اوكي زائد ساوينا 4. راح نجي نحل هاي المعادلة. اول شيء، اول خطوة تسويها انت تقول امشي حسب البروسيجر الموجود عندك. اول شيء الاي، شو يقول الاي هنا؟ اول خطوة، الخطوة باي يقول المشتقة الثانية، هاي المشتقة الثانية x os فوق دوت دوت، هاي معناها المشتقة الثانية x os يعني من درجة الثانية نقطتين. حتى اسوي المشتقة الاولى اخلي انتجريتر هنا ماينس انتجريتر، قلنا كل سميشن ماينس، هاي صار ماينس، اوكي، ايش قد حصلت من يعني كانما تكامل للمشتقة الثانية تتحصل المشتقة الاولى، اوكي. نجي الدور، تكامل للمشتقة الأولى تحصل الاكس اللي هو المطلوب، أنا المطلوب عندي اكس، لازم يكون عندك الأوتبوت اكس طلاب، فأنت حتى حصل على اكس من المشتقة لازم أكامل المشتقة حتى حصل على الاكس اللي هو المطلوب عندي، هاي الخطوة الأولى. فإذا عندي مشتقة ثالثة ايش راح يصير؟ عندي ثلاث انتجريتات انتجريشن، بس عندي هنا مشتقات اثنين تو من درجة الثانية فاحتاج 2 انتجريتر، واذا عندي من الدرجه الثالثه احتاج 3 انتجريتر، هسه انا احتاج 2 انتجريتر حتى احصل على الاكس. هاي الخطوه الاولى. وهاي المعادله معطين اياها، هاي شوفون المعادله امامكم. انبسطها بحيث احصل على انتجريتر 2. اريد فقط احصل على هذا، خليه بالجزء، هذا يساوي لي انقل الماينس 5 بالعشرة دي اكس ناقص اكس زائد 4. منين جبت هاي المعادله 1.19؟ من هاي المعادله نفسها، هاي شوفوها، هي هاي مال السؤال، هذا السؤال اكزامبل، يعني هاي الاكس اعزلها على واحد، اعزلها على واحد وانقل ال 5 بالعشرة
دي اكس تصير ماينس والاكس النقل تصير سالب اكس وسالب والأربعة تبقى مثل ما هي. وهاي الانيشال صفر والمشتقة الانيشال مالتها واحد. شوفوا هذا معناه نقلتها ماينس 5 بالعشرة ناقص اكس زائد 4 تبقى المعادلة نقلتها تبقى مثل ما هي. هاي المعادلة شوفوا امامكم. فنجي هسه نرسمها. فش اقول؟ هنا أنا بالبداية تعال من الاسفل ابدي ناقص 5 بالعشرة دي اكس يصير زائد دائما عكس الاشارة ناخذ فزائد 5 بالعشرة اكس اوز دوت يعني مشتقة اولى هاي اياها. هنا مو ناقص اكس يصير زائد اكس في واحد هي واحد. هنا مو زائد 4 اخليها ماينس 4 هاي ماينس 4. هذا شو يساوي الانتجريتر كل مالتن ذني كله شو يساوي لها؟ يساوي الاكس اوز دوت دوت انتجريتر 2 هذا راح يساوي لي هذا الجزء يساوي لهذا الجزء. اوكي؟ هذا الجزء راح يساوي لي هذا الجزء نفسه. اوكي؟ هسه اجمع هاي السيركت الثانية اللي سويته وهاي السيركت الأولى، أجمع ذن اثنيناتهم. جمعتهم اثنيناتهم السيركتات، شوفها. السي معناها هو هاي السي، أجمع الأي والبي. وين الأي والبي؟ هذا البي. وهذا الأي، اجمع لي إياهم اثنيناتهم ذن. هذا الأي وهذا البي، راح أجمعهم بهذا، النتيجة مالتهم هذا. فشوف هذا هسه أنا حسبته قبل شوي حسبته هذا. شوفه قبل شوي حسبته شفتوه هسه انا حسبته انا هذا اوكي هذا الانبوت اكس 2 هذا الجزء الثاني لهذا الاي هذا كله الاي اوكي وهذا البي هسه نجمع الاثنيناتهم هاي من جتني ناقص 5 بالعشرة لانه الانتجريتر مال هذا السؤال شوفوه خلينا نرجع من هذا الفيدباك اقصد من اجانا سلك واحد من اجانا هذا الفيدباك اجانا منا شوفوا الشباب هذا عندك شوف ناقص 5 بالعشرة دي اكس يعني ناقص 5 بالعشرة المشتقة الأولى تدخل على المشتقة الأولى لازم تعال شوفوا يعني هاي المشتقة الأولى ترجع فيدباك المن لهنا 5 بالعشرة فيدباك المن الانبوت 2 اوكي والاكس يرجع انبوت للأول اوكي يعني دائما تكون عندي فيدباك بالعملية فالأول هذا المشتقة الأولى والاكس هاي الثانية الواحد والانبوت ناقص 10 في فولت، منين جبنا العشرة هاي؟ هنا أنا مو عندي سالب 4 من الساعة وخرتها مرتبة وضفت 10 هنا، فلو تضرب 10 في 4 ترجع 4 سالب 4. فهنا مجرد رجعت مرتبة وضفت 10 وهي زائد تصير ناقص، اتفقنا كل عكس الإشارة. فهذا الحل النهائي مالتنا، شفتوا شباب هذا الحل النهائي. إن شاء الله تكون واضحة لكم، راح آخذ مثال ثاني حتى يكون أوضح عندنا. هسه صممت دائرة هاي الدائرة صممتها لحل معادلة الدرجة الثانية لحل معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية صممتها باستخدام الانالوج كمبيوتر سيستم. سؤال ثاني او اكزامبل ثاني انذر اكزامبل هاي عندك الدائرة الدائرة مرتبة صارت المرتبة الثالثة 3 اي 2 المرتبة الثانية اي 1 المرتبة الأولى زائد اي 0 اكس يساوي اف اوف تي. هاي معادلة تفاضلية من الدرجة الثالثة كنا متفقين صح لو لا؟ اكس اوف الصفر هاي انيشال طبعا هنا ما بس انوه على شغلة هذا منين جبناه هذا اني هذا الجزء هذا انيشال معطيك اياه بالسؤال لازم ينضاف وعكس الاشارة يكون الانيشال للاكس درجة الأولى هذا انا معطيك اياه بالسؤال شوفه هذا صفر وهذا واحد الانيشال ذني لازم تضيفن فذني ضفتن ناقصا ناقص الانيشال الثاني ذني لازم ينضافن نجي لسؤالنا شوفوا الشباب هاي السؤال مرتبة الثالثة اول ما تصمم هاي السيركت اول ما تصمم هاي كم انتجريتر تحتاج لان هاي ثلاثة تحتاج 3 انتجريتر وكلن سالبات شوف انتجريتر هذا المشتقة الثالثة كاملها تطلع المشتقة الثانية. المشتقة الثانية كاملها احصل المشتقة الأولى. المشتقة الأولى كاملها احصل على الإكس وهذا المطلوب من عند الإكس. أوكي؟ هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أصمم بهاي الدائرة بهذا الشكل. Generating the third diffraction. Diffrative
ديفيريتيف للاكسيد دوت 3. هذا الدوت 3 شوف اف اوف تي، شوف نقلتهم كلهم بالطرف الثاني، نقليهم كلهم بالطرف الثاني، واضح؟ فصير عندك ناقص اكس دوت 3 المشتقه الثالثه. فدريفيتيف 3 عفوا دريفيتيف 3 ناقص ديريفيتيف 3 اكس دوت 3، ها شوفها ماينس مثل ما هي. اف اوف تي مو هي سالب صارت موجب، زائد صار ناقص اي نوت اي 1 موجب، وهذا عفوا ماينس ماينس، هاي واضحه. هسه اجمع لي التصميم الاول ويا هذا التصميم الثاني، مجرد راح نجمعهم. هذا الجمع مالتهم، هذا الاول وهذا الثاني. الدور بعدين خطوه بعدها شو تسوي؟ ترجع فيدباك، فيدباك المشتقه الثانيه، فيدباك المشتقه الاولى، هذا فيدباك الاكس، هاي فيدباك الاكس، هذا ويا الاكس، واضح لو لا؟ هذا معناه سالب انفيرتنج. شنو هاي معناه العلامه؟ هاي معناه انفيرتنج، وهاي معناه سكيلينج، ضربناه برقم معين، هذا سكيلينج، هذا انفيرتنج، شفتوا؟ يعني سالب، نرمز له انفيرتنج معناه رمز الانفيرتنج. وهذا الحل النهائي لتصميم الدائرة لحل المعادلة التفاضلية من درجة الثالثة. وهذا دائما بالنسبة لكم طلاب أجيب بالسؤال هيك نماذج أسئلة ترى تكون، أعطيك دائرة من جزء من درجة الرابعة وأقول لك حل إياها، أو من درجة الثالثة وأقول لك حل إياها مع تغييرات بسيطة فقط، مثل هاي الإكزامبلات نفسها ماكو تغيير، يعني افهم لي شلون يكون الرموز. هذا انتهينا من المثال الثاني، هذا يكون طبعا هذا مثال آخر ممكن انت تحاول بيه بالبيت، راح اخليه عليك هذا وتحله وتشوف الحل مالته. هنا مقسم على 10 ونكمل الحل. اللي هنا راح تكون محاضرتنا تنتهي بالنسبه للانالوج كمبيوتر سيستم 2 تكمله للمحاضره السابقه. اتمنى ان تكون المحاضره واضحه، والمحاضره جدا بسيطه، مجرد عليك انت تركز، واذا عندك سؤال او استفسار ممكن ان تراسلني وان شاء الله نكون حاضرين لاجابتكم. وشكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، واتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العملية والعلمية.